وين وصلت عملية الحجب؟ إيش قد بلغ عدد المحجوب عنهم البطاقة التموينية طالما هناك أموال ستدور إلى محاور أخرى؟ لحد الآن الرقم اللي وصلنا له 1,219,000 والعملية مستمرة، فإحنا وصلنا إلى قريبين من سقف 1,250,000 1,250,000 شخص فرد محجوب عنهم البطاقة التموينية من 5 محافظات صغرى وزائد جانب الكرخ من بغداد، يعني سماوة وكركوك ودهوك وكربلاء والنجف، المحافظات اللي تم بها التحول نحو البطاقة الإلكترونية. فإحنا بعدنا ما دخلنا على المحافظات الكبرى، نتوقع الرقم يصعد، لكن أكو مفردة دخلت على المعادلة. الحكومة العراقية كان سقف الحجب عندما يكون راتب مدخول الأستاذ علي كان 1,500,000 كان يحجب، الآن إيش قد صار السقف؟ صار 2,000,000. فأكو عندنا حركة بكفاير رجعت علينا، إنه اللي جابوا كتب من دوائرهم إنه إحنا ترى دخولنا أقل من 2,000,000. إيش قد كان العدد؟ لحد الآن 309,000 فرد رجعوا. من أصل إيش قد؟ من أصل قرابة 2,000,000 كانوا محجوبين. 2,000,000. فعندك هسه أصحاب الدخول اللي هي صعد السقف الحجب من 1,500,000 إلى 2,000,000، هذا دا يرجع وأكو جماعة دا ينحجبون. فانت احسب من 1,000,000 اكو عندك 300,000 عادوا، لكن العمليه مستمره. هسه احنا مستوى الحجب اللي دنقرا الان 2%، بقيه المحافظات من نوصل المحافظات الكبرى حساباتنا بعد عندكم الرصافه وبعد عندكم الموصل نينوى وبعد عندكم البصره كل المحافظات اللي ثقيله الوزن الى الان 2%، ايش قد ونتوقع ان نصل الى 4%.